ام انس. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، اتفضلي. استاذ بهاء، ايوه. كنت عايزه اسال الشيخ، بس كان في مشكله بيني وبين جوزي ايوه وهو ضربني، فانا دعيت قلت حسب الله ونعم الوكيل فيه ومنه لله وكده. فهل دي فيه حرمانيه عليا؟ وبعدين وسؤال تاني، اتصالحتوا؟ بعد كده صالحنا. ايوه، بس انا لما بزعل منه بصراحه انا على طول بقول منه لله، يعني عشان يعني في مشاكل بينا كتير وكده. كنت عايزه اسال، في حرمانيه ان انا كله بيقول لي حرام ان انت تعيشي معاه؟ حرام انك تعيشي معاه؟ يعني ان انا بقول منه لله وكده. يعني هما بيقولك حرام انك بتقولي منه لله، ولا حرام انك تعيشي معاه؟ يعني طالما انا بدعي عليه بيقولوا فيها حرمانيه ان انت تعيشي معاه وكده. وهو مش حرمانية عليه انه بيضربك؟ يعني هو ما انا بيحرمه مش انك عارفه. بتقولي منه لله، انما مش حرام ان هو يضربك. ماشي، حاضر. السؤال التاني. السؤال التاني، بص، انا والدي راجل كبير في السن، فهو عصبي جدا ومن زمان مشاكله ماما كتير. فانا يعني بقف، ماما يعني بحسها ان هي فاهمه، ما بتردش عليه وما بتعملش حاجه، فانا بقف قصاده يعني بقول له مثلا كده غلط، ما تعملش كده مع ماما، او ابعت لها مصاريف لان هو مشاها من البيت وكده. فهل دي برضو فيها حرمانيه عليها؟ لان كله برضو بيقول لي دي في اعاقه الوالدين وكده. فانا عايزه اعرف بالنسبه للحالتين، انا في حاجه كده حرام عليا ولا ايه؟ بتتطاولي عليه؟ بتشتمي لا او لا 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 بتزوديها يعني؟ لا لا، ولا مجرد بتقعد كلام تقولي بس، عتاب كده. بتقولي له لا خد بالك منها، اديها فلوسها، مش عارفه ايه كده. ايوه كده، ان هو يصرف عليها بس لان هي مش قاعده في بيتها، فاهمه؟ بس طيب ماشي، شكرا يا ام انس. طيب الراجل اللي بيضرب مراته ومراته تقعد تدعي عليه طول الليل، الحرمانيه على مين يعني؟ وهي بتقول منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل، كرد فعل وأولا لا للضرب. ينبغي للرجل أن يضرب زوجته، وأقصى ما يفعله الرجل عندما يريد أن يضرب زوجته أن يعني بالسواك، السواك اللي هو عود الأراك اللي بنعمل بيه، يعني يقول لا يعني كده بس، يعني كأني يعني واحد بصباعه كده بقول لا يعني انتبهي بقى، احنا خلاص احنا وصلنا لمرحلة ليست يعني خلاص، أنت وصلت الطريق مش كويس معايا، يعني دي أقصى ما يفعله الرجل. وقد عبر العلماء بعض العلماء عن المقصود بالضرب هنا هي الابتعاد عنها، يعني الانفصال عنها فترة ما من كذا، وليس المقصود بها الضرب أي الاعتداء عليها، لأنه ليس في الشرع نوع أي نوع من أنواع الاعتداء على الآخر مهما كان من أمر. فدي ده بالنسبة للزوج. بالنسبة للزوجة قوله حسبنا الله ونعم الوكيل ليست سبا ولا شتيمة ولا غيره، ومنك لله. ومنك لله ليست سبا ولا شتيمة، يعني منك لله أي أن الله سيحاسبك، يعني معناه ربنا يحاسبك، أنا مش قادر آخد حقي، ربنا بقى يجيب لي حقي. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله، لا يكفينا ويجيب لنا حقنا. فهذه الألفاظ ليست شتائم، لكن في بعض البيئات قد يعتبرونها نوع من انواع جرم. الشتائم. جرم بيقولها حرام عليكي، ازاي تعيشي معاه وتقولي له حسبنا الله ونعم الوكيل، انما يضربها عادي مش حاجه. قد يعتبرونها هكذا بهذه النيه، لكن هي في الاصل ليست فيها نوع من انواع السب ولا الشتم ولا كلام من هذا، وان هذا كلام معقول. لكن اللي انا بوجهه بس للاخت السائله ان تتخير دائما من الكلام احسنه، يعني نسال الله تقول لربنا يهديك، ربنا يصلح حالك، ربنا يصلحه، ربنا يهديه، ربنا كذا، اذا كان البيئه اللي هي فيها فهم منها ان ده كذا، يبقى نغير الموضوع بالدعاء. حتى مع اولادنا يعني سامة ده بتعيش على ابنه بقى وبتاع، دايما دايما ندعي له، الزوج مثلا مغلبها تدعي له ان ربنا يصلح حاله، ربنا يهديه، لانه ان هداه هي ارتاحت، وان صلح حاله هي ارتاحت، يعني ما نبقاش فاهمين احنا ان حتى لو اتطلقت منه وقالت ربنا يصلح حاله واتطلقت حتى هي برضه هترتاح، لان لو في اولاد، لو في كذا، لو في كذا، هيرتاحوا مع بعض يعني، فاهمه الدعاء؟ فالدعاء في كل الناس خير. يعني بتستقل كلمه ربنا يهديك او الدعوه دي، يعني بيستقلوها، يعني هي هتعمل ايه؟ ده هو راجل مثلا جبار، يعني مش متخيلين انه كلمه رب او دعوه ربنا يهديك دي ممكن تهديه فعلا. ممكن تاتي بالهدايه، تاتي له بالهدايه، والهدايه تديه في الطريق الصواب والصحيح، وينعكس خالص يعني يعني خالص. لو زي ما احنا متعودين على لساننا حسبي الله ونعم الوكيل منك لله، ربنا يهديك، لو تعودنا وبقت أفضل. على لساننا ربنا يهديك، ربنا يصلحك، ربنا يصلح حالك، ربنا يعني يصلح حالك، او دي يصلح ممكن حالك. ايوه ابواب نعم، السماء تبقى مفتوحه خلاص وربنا يتقبل. اتحلت كل مشاكلنا بيها. اما بالنسبه لوالدتها بقى، السؤال الشق الثاني من السؤال، فانا بنصحها ان التعامل لازم يكون بمنتهى الاريحيه والهدوء. شوفوا، خلينا عارفين حاجه معينه، الاولاد دايما اذا كانوا كبار يطلعوا من العلاقه اللي بين الاب والام. ايوه. واذا كانوا صغيرين الاب والام لو سمحتوا ما تدخلوش الاولاد في النص، يعني الاولاد ده طرف بعيد خالص عن كل البعد عن الموضوع. بس هو ساعات الراجل ممكن يجي على ست مراته وتلاقي البنت تتحمق لامها او الواد يتحمق لامه،
وحرام عليك اديها اللي هي عايزاه يعني. يعني اذا كان الكلام يعني اذا كان الكلام في نطاق المسموح او المقبول عند الاب فلا حرج. يعني ممكن الراجل ما يكونش متعلم، ما يكونش كذا، يكون مثلا لكن بيحب بنته او بيتاثر بيها او بتاع، فهي بتتكلم حتى ولو اعترضت تحنن قلبه عليه، تحنن قلبه على امها، فده لا حرج فيه يعني، ده مش مشكله. لكن ان هي تقف له بقى كده يعني ضد كده وتقعد بقى تزعق له وصوتها يعلى عليه ويرتفع عليه، هذا لا يجوز. لكن ما تقول له ماشي اديها يعني حرام عليك، طب يا بابا تصرف منين، طب هي قاعده دلوقتي لوحديها، طب مش كفايه ان هي قاعده لوحدها، يعني تقعد تذكره بان هي في وضع ضعف مش في وضع قوه.